كل العناصر وبما فيها درجة المنحنى، مش كده؟ ايوه خلصنا الجزء ده صح؟ ما احنا كنا واقفين عند سلايد 57 بالظبط كده. 57، يعني كنا دخلنا كمان في السوبر إليفيشن. 57 تمام. صح. دي جداول احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على السوبر اليفيشن، وكنا قلنا ايه العوامل اللي بتحكم السوبر اليفيشن، وانه بيختلف طبعا من مكان لمكان على حسب الطبوغرافيه بتاعه المكان وعلى حسب كلايمت كونديشن، لانه لو دخل في الموضوع ثلج وسنو كلام من دون فبيبقى الاحتراق بيقل، وبالتالي ساعتها قيمه السوبر اليفيشن دكتور بتزيد. حضرتك مش هيقرا حاجة؟ وحضرتك مش هيقرا حاجة يا دكتور؟ انا مش هقرا قدامكم سلايد 57. مفيش حاجة زهرة متشيرة. زهرة زهرة يا في دكتور، زهرة 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 يا دكتور، زهرة يا دكتور، عندكم كلكم مش زهرة؟ زهرة زهرة زهرة. طب ممكن البشمهندس اللي عنده السلايد مش ظاهره يحاول يتشيك كده الواي فاي عنده عامل ازاي؟ هكمل. اتفقنا ان في شويه عوامل كده بتحكم في قيمه السوبر اليفيشن، وبناء عليها بيتم اختيار السوبر اليفيشن المناسب، منها زي ما قلنا كده كلايمت كونديشن. لو انا عندي مكان او منطقه بيحصل فيها تلج وسنو طول الوقت فده بيقلل معامل الاحتكاك، وبالتالي ببقى محتاج ساعتها ان انا ازود قيمه السوبر اليفيشن. لو عندي الطبوغرافيه طبعا، اما نبص في الجداول دلوقتي هنشوف الجداول كمان شويه، هنلاقي الطبوغرافيه بيتوقف عليها قيمه السوبر اليفيشن. فالطبوغرافيه متقسمه لثلاث مستويات: مستوى فلات خالص ما فيش يعني الارض مستويه شبه مستويه تماما، ومستوى ماونتينيس اللي هو المستوى الجبلي. وطبعا احنا نقدر نفهم من كلمة جبلي شكل التغيرات في الأبعاد عامل في المناسيب عامل ازاي، ومستوى كده ما بين الاثنين بنسميه رولينج. فلما نبص في الجداول هنلاقي جداول قيم للفلات توبوجرافي، وقيم للرولينج توبوجرافي، وقيم ثالثة للمونتينيوس توبوجرافي. نوع المنطقة كمان كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان لما تكون الطرق داخل المدينة انا ممكن في بعض الاحيان استغنى عن السوبر اليفيشن خالص عشان التخطيط العمراني بتاع المدينه، عشان ما يبقاش الارصفه الرصيف اليمين والرصيف الشمال في فروق بينهم كبيره في المناسيب. تمام. وبستعيد عن كده بان انا طبعا بقلل السرعه داخل المدينه وبزود انسف الاقطار لو انا بعمل التخطيط للمدينه من البدايه. اخر حاجه بتتحكم في قيمه السوبر اليفيشن الفريكوانسي اوف سلو موفينج بيكل. انا ببقى مصمم السوبر اليفيشن ده على السرعه التصميميه او السرعه القصوى اللي المفروض على الطريق، فعندي بقى كميه قد ايه، نسبه قد ايه من الترافيك بتاعي بتمشي بسرعات اقل من السرعه التصميميه. ده طبعا بيأثر، لان ممكن ساعتها مركبه القطر ده المركزيه ما تكونش كبيره، وبالعكس لو انا عامل سوبر اليفيشن كبير مركبه الوزن اللي داخله لجوه تكون اكبر من مركبه القوه الطارده المركزيه، وبالتالي يبقى عندنا تاثير عكسي عن اللي ممكن تعمله القوة الطاردة المركزية. الجداول لما بنبص فيها دي جداول هي بتربط العلاقة ما بين السبيد وما بين الريديوس وما بين قيمة السوبر اليفيشن. فبنشوف قيمة الماكسيموم اي الجداول زي ما احنا شايفين اهي بتتدرج من اول 4% لحد ما توصل لحد 12%. العلاقة ما بين السرعه ونصف القطر والسوبر اليفيشن علاقه مهمه جدا، منها نقدر نحسب انصاف الاقطار للمنحنيات المختلفه على الطريق اللي احنا بنشتغل عليه. لو قدرت اوفر نصف القطر ده يبقى انا هقدر امشي بالسرعه التصميميه دي. طبعا العلاقه ما بين ثلاث حاجات، ما بين سوبر اليفيشن، سرعه، نصف قطر. تمام. لو ما قدرتش اوفر نصف القطر ده في مكان مثلا مضطر ان انا امشي بنسبة قطر قليل كلام من ده، ساعتها بنحتاج ان احنا نقلل السرعه. طبعا بالنسبه للطرق السريعه والطرق الخلويه بيفضل تماما ان احنا نحاول نلتزم بسرعه تصميميه ثابته على طول الطريق، لانه ده بيبقى توقع السائق.
فاحنا لازم احنا اصلا في اختيار السرعه من الاساس بنبقى معتمدين على الدرايفر او اليوزر اكسبكتنسي، ان انا ما اعملوش سرعه خلاف التوقع اللي هو متوقعه. يا دكتور لو سمحت. يا دكتور. ايوه اتفضل. ايوه يا فندم. النور عندي قاطع والداتا مش ظابطه معايا. طب يعني النور حضرتك عندي قاطع مش عارف احضر المحاضره خالص بسبب الداتا، مفيش داتا. الكهرباء عندك قاطعه؟ ايوه. طب يعني قول لي انا اقدر احل لك المشكله دي ازاي؟ انا نفسي بتعرض للمشاكل دي احيانا. انت معاك تليفون؟ امكانيه ان احضر المحاضره مش صعبه خالص دلوقتي، طب احضر بعد كده ولا مش عارف اعمل ايه؟ وفي غياب ولا لا؟ انت مشكلتك الوحيده الغياب، فتاكد ان هي مش مشكله. ماشي. ده كده كده السكه المحاضره متسجله يا دكتور. ما هو الصوره في واحد بيسجل المحاضره يبقى ينفع التسجيل. طيب دلوقتي انا اقدر اعمل ايه عشان احل لك مشكلتك؟ لا لا يا دكتور، هو بيسال حضرتك بس، هو هل في غياب؟ فهو هيتاخد غياب. انا ما باخدش غياب. ماشي يا دكتور. شوف ماشي يا فندم. فزي ما قلنا كده، انا عشان احلل اصمم المستوى الافقي صح ماشي، فانا بجيب علاقه ما بين الثلاث متغيرات اللي هم نصف القطر، السرعه التصميميه، والسوبر اليفيشن. تمام. في العاده يعني انا بختار السوبر اليفيشن من الجداول، وبدرس العلاقه ما بين نصف القطر والسرعه التصميميه. تمام. المعادله اللي قدامنا مثال على الحكايه دي، فبيقول لك لو انت عندك فرضت ان انت عندك ماكسيمم اي نقصد بيها سوبر اليفيشن 8% وديزاين سبيد 60 ميل بر اور، ايه هو اقل نصف قطر ممكن نشتغل عليه؟ فبتدخل تعوض في المعادله. احنا كنا قلنا المعادله المره اللي فاتت لو انتم فاكرين، المعادله بتقول ان الار مينيمم بتساوي الفي تربيع على 15 اي زائد اف، لو كانت الوحدات بالنسبه للسرعه ميل بر اور، وكانت الوحدات بالنسبه لنصف القطر فيت. نفس العلاقه دي لو بنشتغل كيلومتر بالاور ونشتغل الوحدات بتاعه نصف القطر بالمتر، بتبقى نفس المعادله بالظبط، بس ال15 اللي موجوده في المعادله بتتغير بتبقى 127. فهنا لو انا دخلت في المعادله دي وعوضت فيها، هلاقي بيطلع لي اقل نصف قطر 1200 فيت. 1200 فيت معناها ان المفروض على الطريق ده لو انا عايز اثبت السرعه التصميميه مفيش نصف قطر عندي الا عن الرقم ده. ممكن يزيد طبعا وما يكونش عندنا مشكلة في الحالة دي، ساعتها ممكن أقلل السوبر إليفيشن، لكن المفروض ما يقلش عن كده، لأنه لو قل عن كده يبقى أنا يا إما مطالب إن أنا أعمل سوبر إليفيشن أكتر من كده، وإحنا أصلا شفنا الجدول من شوية كان في قيمة الماكسيموم إيه ما أقدرش أزيد عنها، يا إما ساعتها ببقى مضطر إن أنا أقلل السرعة. نفس المعادله لو جينا نعوض عن السوبر اليفيشن بقيمه تانية، لو قسينا عندي قيمه الاي ب 4% فبيطلع لنا نصف قطر اكبر شويه اللي هو ب 1500 فيت. طيب المعادله دي نفسها قلنا قبل كده ان المعادله اللي كانت قدامنا وكان السبب بتاعها 15 كان لما كنا بندخل السرعه بالميل لكل ساعه وبيطلع لنا نصف القطر بتاع المنحنى بالكيلو. لو اتغيرت الوحدات وبقت الار بالمتر زي ما مكتوب قدامنا والسرعه بالكيلومترز بير اور، ساعتها بتبقى المعادله بيتغير الثابت بتاعها وبتشال 15 وبنحط بدالها 127. ماشي. لحد كده في مشكله في الكلام اللي احنا قلناه؟ افهم من صمتكم ان مفيش مشكله ان شاء الله. فيبقى احنا شرحنا اول جزئين، احنا قلنا في المنحنى بنركز على اربع حاجات، العناصر الجيومتريك اليمنت بتاعه المنحنى اللي احنا حسبناها المره اللي فاتت مع بعض، سواء كان طول اللونج كورد، كان طول المسار المنحني اللي هو بيحصل عليه الاستيشننج او التدريج، كان طول التانجنت، كان طول الميدل اوردينيت اللي هنحتاجه النهارده تاني في السايد ديستانس، او كان طول الاكسترنال كورد. بعد كده قلنا ان احنا هنتكلم على حاجتين مع بعض، هو كنا هنتكلم على السبايرال كيرف اللي هو المنحنى الانتقالي، انتوا خدتوه في المساحه وخدتوا تعريفه ان هو منحنى متغير نصف القطر، نصف القطر بتاعه مش ثابت بس بيتغير.
عندنا هنا في الطرق بنستخدم السبايرال كيرف ده لانه بنخليه يوفر لي انتقال ما بين الخط المستقيم او الطريق المستقيم اللي ما فيهوش قوه طارده مركزيه نهائيا، قوه طارده المركزيه فيه بتساوي صفر، لحد ما اوصل للمنحنى اللي فيه قوه طارده المركزيه بتساوي ام في تربيع على r. طيب ده تعريفه اول حاجه، بيقول لك spiral curve is a curve which has an infinitely long radius at its junction with the tangent end of the curve. This radius is gradually reduced in length until it becomes the same as the radius of the circular curve with which it joins. الكلام الانجليزي اللي ورا بعضه كتير دوت معناه ايه؟ معناه نفس الكلمتين اللي انا قلتهم لك دلوقتي، انه ده منحنى متغير نصف القطر، نصف قطره عند نقطه تماسه مع الخط المستقيم هي بتساوي ما لا نهايه، تمام؟ infinitely long radius، infinitely جاي من infinite يعني ما لا نهايه، عند نقطة التقائه بالتانجنت اند الخط المستقيم، وبيبتدي نصف القطر ده يتغير من ما لا نهاية ويبتدي يقل يقل لحد ما يوصل لنصف قطر R اللي هو نصف قطر المنحنى عند نقطة تلاقي مع المنحنى. بستخدمه ليه زي ما قلنا؟ عشان يخلي لي القوة الطاردة المركزية لو من خط مستقيم لمنحنى تزيد بالتدريج لحد ما توصل لقيمتها الحقيقيه، ولو من خط منحني لخط مستقيم، لان احنا بنعمل سبايرال في بدايه الكيرف وفي نهايه الكيرف، فتبدا تقل لحد برده ما توصل لصفر بشكل تدريجي. بيتعمل فين السبايرال؟ زي ما قلنا كده في بدايه المنحنى وفي نهايته. ويبقى تسميه النقط بقى بتختلف شويه، ان انا لو بنقل من جزء مستقيم لمنحنى سبايرال فالنقطه دي بنسميها تي اس تانجنت سبايرال، وبعدين من سبايرال لكيرف من منحنى انتقالي للمنحنى التصميمي بتاعنا فبنسمي النقطه دي اس سي، والناحيه الثانيه بالعكس من كيرف لسبايرال سي اس، ومن سبايرال للتانجنت الثاني عشان يبقى عندنا خط مستقيم من جديد دي بنسميها اس تي سبايرال تو تانجنت. لما بنعمل كده بيحصل شيفت شويه، انتوا خدتوا الشيفت دي في السكه الحديد السنه اللي فاتت صح ولا لا؟ بيسموها ازاحه. ما خدناش الماده دي، كان الرمز بتاعها ما خدتوش الماده دي؟ ما خدتوش سكه حديد في سنه ثالثه؟ انت متاكد ان احنا انت عندنا في مدني عام؟ يعني؟ الابحاث ده والدراسه ما كملتش يا دكتور. ماشي اوكي anyway. اه صح، انتوا السنه اللي فاتت كنتوا في ثالثه ما كنتوش تخرج، فما كانش في امتحان ولا في مذاكره على خيره الليل. طيب عموما يعني هندسيا كده احنا خدنا هندسه في ثانوي صح؟ صح يا شباب، خدنا هندسه في ثانوي ولا ما خدناش هندسه مستوي؟ ايوه يا رب الحمد لله خدنا الدايره. اكيد 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 مصدقات، خدنا الدايره. تمام، تخيل كده الدايره، طبعا اهم خاصيه من خواص الدايره او هو تعريف الدايره ايه؟ ان انا عندي عن نقطه ثابته اللي هي نقطه المركز البعد على جميع نقط الدايره بعد ثابت اللي هو نصف القطر، صح ولا لا؟ مش احنا متفقين على ده من زمان من ايام المدرسه؟ طيب لما يبقى نصف القطر بيتغير، تمام، نصف القطر بيتغير يعني في السبايرال نصف القطر بيبتدي بما لا نهايه وبيفضل يقل لحد ما يبقى نصف قطر r. فلو احنا عندنا المسار المنقط ده هو كان المسار الاساسي من التانجنت اللي عندنا لحد كل نقطة على الكيرف بتاعنا، ده كان المفروض يبقى المسار الطبيعي لو كان عندنا التانجنت بيخش على طول على ايه؟ على المنحنى. لكن احنا اخترنا ان احنا نعمل في البداية جزء كده، شايفينه الجزء ده جزء متغير نصف القطر، ومن ناحية دي جزء متغير نصف القطر، فهيبتدي يحصل عندنا شيفت او ازاحة. ماشي، فالشيفت ده بنسميه اس. تمام، مش هنتكلم فيه كتير، احنا هنتكلم في اننا المركز بتاعنا يعني بقى نصف القطر، نصف قطر مختلف اهو، او المركز نفسه يعتبر اتنقل. تمام، انا يهمني انا في الموضوع ده كمهندس طرق، ما يهمنيش قوي قصه الابعاد الهندسيه دي الا في حاجات معينه اللي احنا حسبناها مع بعض في المحاضره اللي فاتت. انا يهمني بقى المنحنى بتاعي اللي هو السبايرال او الانتقالي او الترانزيشنال كيرف ده اعرف مكانه فين، واعرف لما اجي اصممه ازاي. تمام، فمكانه فين؟ زي ما اتفقنا قبل المنحنى هيبقى عندنا كده جزء سبايرال، وبعد المنحنى هيبقى عندنا كده جزء سبايرال.
الجزء ده هننفذ فيه السوبر إليفيشن بتاعنا ماشي عشان نوصل لقيمة السوبر إليفيشن الكاملة على المنحنى، والجزء ده هنقلل فيه السوبر إليفيشن ونرجع تاني للنورمال كراون سيكشن العادي. تمام؟ فليه اتعمل سبايرل؟ عشان زي ما قلنا كده ان العربية وهي ماشية بيقول لك vehicles follow as transition bass as they enter or leave a horizontal curve. اللي بيسوق فيكو هيبقى عارف انه لما بيبقى داخل على منحنى والتقوس بتاعه شديد شوية، هو الانيرشيا بيلاقيها بتحدف العربية لبر، هو بيبذل مجهود على الدركسيون عشان يخليها تفضل في المسار بتاعها. السبايرال الحقيقة لما بيتعمل كويس ما بيخليش السائق محتاج يعمل كده، هو بيوفر له المسار اللي والانيرشيا بتحدفه لبره، يلاقي ان ايه، ان لا ما فيش انيرشيا بتحدفه لبره ولا حاجه، لسبب بسيط انه قيمه القوى الطارده المركزيه زي ما قلنا كده بتزيد بايه، بالتدريج ماشي. فعشان نتحاشى النقطه اللي تحت دي بيقول لك combination of high speed and sharp curvature can result in lateral shifts، ان انت تلاقي نفسك بتتحدف لبره على المنحنى. lateral shift in position and encroachment. encroachment دي اللي هي انا بتكلم على الصعوبة اللي الواحد بيلاقيها في انه يتحكم في دريكسيون العربية على منحنى شديد التقوس on adjoining lanes، ويلاقي encroachment في تخليه ممكن يحدف على الحارة اللي جنب. تمام؟ فبنعمل spiral عشان يوفر لنا بقى اربع حاجات لطيفة جدا اللي هي مميزات او فوائد او وظيفة spiral curve. اول حاجه رقم ايه، قال لك provides natural easy to follow path for drivers، مسار سهل جدا ان السواق يمشي فيه ماشي. مميزات المسار ده less encroachment، مفيش صعوبه في التحكم في عجله القياده او دركسيون العربيه يعني. او promotes more uniform speeds، بتلاقي نفسك ان انت مش محتاج تبطئ ولا محتاج تحط رجلك على الفرامل ولا اي حاجه من دي. وقال لك اللاترال فورسز انكريزز اند ديكريزز جرادولي، طبعا اللاترال فورسز دي نقصد بيها القوه العرضيه اللي جايه من القوه الطارده المركزيه. قال لك دي بتقل وبتزيد، بتزيد وانت داخل المنحنى وبتقل وانت خارج من المنحنى بالتدريج. تاني حاجه قال لك بروفايدز لوكيشن فور سوبر ايليفيشن ران اوف نوت بارت اون تانجنت كير. السوبر ايليفيشن احنا اتفقنا يعني ايه سوبر ايليفيشن، ان انا بخلي الطريق كله يميل في ناحيه واحده ويبقى الظهر اللي هو الجزء الخارجي اعلى من البطن اللي هو الجزء الداخلي. طب احنا العادي لما خدنا محاضره الكروس سكشن قلنا ان احنا بنعمل ميول جانبيه في الجنبين اللي هي بنسميها نورمال كراون سكشن عشان الميه تتسرب، ده العادي على الخط المستقيم. اما نيجي نلف كل ده بقى كده ماشي، فمحتاجين مسافه تدريجيه نعمل عليها القصه دي، فبنعمله على السبايرال. وقال كمان provides transition in width when horizontal curves is widened. يعني ايه الكلام ده؟ بعض المنحنيات اللي انصاف اكترها قليله ماشي بتحتاج ان يتعمل لها توسعه. يعني ايه توسعه؟ يعني ازود العرض بتاع الطريق عند المنحنى عشان ايه؟ عشان امكن العربيات اللي اللينث بتاعها طويل، اللي الطول العربيه كبير، نقصد بيها طبعا الباصات وعربيات النقل وكده، ان هي تلف. لان بعض العربيات اللي طولها طويل لما تيجي تلف في منحنى شديد التقوس ممكن العجل بتاعها بسبب طول العربية يخرج عن الأسفل، وإحنا مش عايزين ده ماشي، حفاظا على الأمان وحفاظا على العجل العربية نفسه وحفاظا على عجل العربية والعربية بالكامل يعني، عشان نحافظ على السيفتي على الطريق. فبنبقى مش عايزين كده، مش عايزين إن عجل العربية يخرج من الأسفلت وينزل على الأرض ماشي. فعشان كده في بعض المنحنيات بنحتاج إن إحنا نعمل توسعة، وهنتكلم عنها برضو في محاضرة النهاردة. رابع حاجة أستياتيك. يعني ايه أستياتيك؟ يعني بيدي شكل جمالي للمنحنى. تمام؟ طيب زي ما قلنا كده السبايرال بيبقى قبل الكيرف وبعد الكيرف. عايزين نصمم بقى السبايرال ده نعمل له ديزاين، اول حاجة بنعملها نحسب طول الكيرف قد ايه ماشي. فعندنا طريقتين بنحسب بيهم طول الكيرف، طريقة منهم المعادلات اللي هي المعادلتين اللي قدامنا دلوقتي، وطريقة تانية هنقولها واحنا بنشرح ازاي ننفذ السوبر اليفيشن. المينيمم لينث اوف سبايرال كيرف باخد قيمه من الاثنين دول الاكبر منهم، يعني المعادلتين معادله بتقول لي اللي بتساوي 3.5 3.15 من 100 بي تكعيب على ار سي،
او 1.6 بيتا كعيب على ار من غير اس تي. نتعرف على ايه اللي موجود جوه المعادله ده. ده قال لك ال هي المينيمم لينث اوف سبايرال بالفيت. احنا متفقين المعادلات الوضعيه دايما لازم نبقى عارفين وحدات ايه. والفي هي السبيد بالماير بالاور، والار هي الكيرف راديوس نصف قطر المنحنى بالفي. السي اللي في المعادله الاولانيه قال لك ده معدل التزايد في القوه الطارده المركزيه، الريت اوف انكريز ان سنتريبيتال اكسلريشن، والوحده بتاعته فيت على طبعا اي تسارع هنلاقيه بالفيت على السكند تربيع. فقال لي هستخدمه 1 فيت على السكند تربيع ل 3 فيت على السكند تربيع بمتوسط 2. ده هيوصلنا للمعادله التانية اللي دايما بنستخدمها، 1.6 فيتا كعيب على R. طول السبايرال مفروض ما يقلش عن القيمة دي أبدا، ممكن يزيد شوية ماشي، لكن ما يقلش عن القيمة دي أبدا، دي المينيمم. وإحنا بنشتغل سوبر إليفيشن، دي الطريقة بقى التانية. إحنا قلنا في طريقتين، القيمة اللي فاتت شفناها في السلايد اللي فاتت المفروض دي مينيمم لينث أوف سبايرال، والمور براكتيكال إن أنا بس بفرض قيمة L بتساوي اللينث اوف سوبر اليفيشن ران اوف. القيمه اللي بننفذ عليها السوبر اليفيشن، وهنشوف دلوقتي مع بعض الران اوف ده بيتحسب ازاي وبنطلعه ازاي من تنفيذ السوبر اليفيشن. ماشي. الماكسيمم بقى لينث، يعني ده المينيمم لينث. الماكسيمم لينث قد ايه؟ قال لي ان انا بحاول قدر الامكان ان انا ما زودش قيمه الطول بتاع السبايرال خالص، يعني زياده عن اللازم، لانك قال لك انه في احيانا لما بنزود قيمه الطول بتاع السبايرال ده بيحصل عندنا سيفتي بروبلمز. بتيجي منين؟ قال لك ان السيفتي بروبلمز دي ما اوكيور وين سبايرال كيرفز ار تو لونج. بتحصل لما يكون طول السبايرال طويل زياده عن اللازم. ليه بقى؟ لان عاده لما تيجي السائقين او اليوزرز اللي داخلين على السبايرال لما يلاقي ان طول السبايرال طويل زياده عن اللازم، فممكن ياندر استيميت الشاربنس اوف ابروشينج كيرف، ان هو ما يحسش قوي قد ايه المنحنى ده التقوس بتاعه، او يقلل من اهميه التقوس ده، فممكن يدخل بسرعه زياده ولا حاجه. فاتفقنا ان احنا دايما في الديزاين كديزاينرز لازم نراعي نقطة مهمة جدا، هي driver expectancy، توقع السائقين. لازم ما تبعدش كتير عن توقع السائق عشان تبقى ضامن ان هو هيلتزم بشكل كبير بالسرعات والابعاد اللي انت حطيتها على الطريق. معادلة السوبر اليفيشن تاني، السوبر اليفيشن معادلته جاية منين؟ قالك انه بيساوي في تربيع على جي في ار ناقص الاف ماكسيموم. والاسهل من كده ان انت تقدر طبعا تطلعه من الجداول، والمعادله دي ما فيهاش ثوابت، فهي مش معادله وضعيه. فقال لك هنا تقدر ان انت تتعامل مع الديزاين سبيد، لو عايز تحطها فيت على سكند او متر على سكند، وبعد كده ترجع تحول لكيلومتر زي ما انت عايز. بس هو قال لك الارقام دي ليه؟ لانه هنا المعادله داخل فيها عجله الجاذبيه الارضيه، واحنا عارفين ان عجله الجاذبيه الارضيه احنا كناس اتعلمنا في الفيزياء ان احنا نحفظها برقمين، 9.81% لو شغالين متر على السكند تربيع، و 32.2 لو شغالين فيت على السكند تربيع. نقدر هنا نعوض ونجيب قيمة الاي. وطبعا الريديوس لو انت هتشتغل وحدات مترية هيطلع لك بالمتر، وحدات عالمية يعني هيطلع لك بالمتر، لو انت هتشتغل يو اس كاستمري هيطلع لك بالفيت. ماشي. اسهل من كده ان احنا نجيبها من الجداول يا شباب. تمام. طيب احنا قلنا واحنا بنتكلم من شويه عن السبايرال انه احنا هنحسب قيمه السبايرال بطريقتين، خدنا طريقه منهم، والطريقه الثانيه قلنا لازم نحسبه من على الران اوف بتاع السوبر اليفيشن. طيب مهم بقى ان احنا نعرف اصلا السوبر اليفيشن بيتعمل ازاي. ماشي. فهنتكلم هنا على حاجه اسمها الاتينمنت اوف سوبر اليفيشن، كيفيه تنفيذ السوبر اليفيشن. احنا عندنا جزء كده، اول جزء تانجنت سوبر اليفيشن. ماشي. يعني التقاء ما بين الجزء المستقيم، وهنوصل الجزء المستقيم متفقين مع بعض من ايام ما كنا بناخد محاضره الكروس سكشن انه الجزء المستقيم ده المفروض ان انا هعمل ميل عالي من النص ومنخفض من الاجناب عشان نصرف المطر، يبقى المطر بيتصرف تحت تاثير عجله الجاذبيه الارضيه.
بس انا في السوبر اليفيشن اتفقنا ان انا بعمل ارتفاع ظهر عن بطن، فبيبقى الجانب الخارجي عالي والجانب الداخلي قليل. ومن القيم اللي شفناها في الجداول من شويه عاده ايام ما خدنا الكروس سكشن، يعني قلنا ان الميول العرضيه لتصريف المطر دي من نص ل 2.5% لو انتوا فاكرين يعني، ماشي. لكن احنا لما شفنا سوبر اليفيشن في الجداول من شويه لقينا اول قيمه للسوبر اليفيشن 4%، تمام. فهو مش بس الميل هيبقى جنب اعلى من جنب وخلاص، لا ده قيمه الميل نفسه كمان ايه هتزيد عن النورمال كراون سكشن كروس سكشن، ماشي. فبنعمل الكلام ده ازاي؟ لما انا هقلب القطاع كده واخليه مايل من الجنب اللي فوق ومايل بميول تعتبر كبيره نسبيا، لازم اعمل الكلام ده بالتدريج طبعا. فبيقول لك في رقم 2 must be done gradually over a distance with appreciable reduction in speed without sorry appreciable reduction in speed or safety and with comfort. انا عايز اعمل ده بالتدريج على مسافة تسمح لي ان ما يبقاش عندنا تقليل في السرعة كبير او تقليل في السيفتي، دي مهمة جدا. وان كمان السائق اللي بيستخدم السيارة وبيتحكم فيها يكون عامل ده وهو مرتاح، ماشي. فتالت حاجة مهمة قال لك change in pavement slope should be consistent over a distance. يعني ايه؟ يعني انا عايز اغير الميل، ماشي. ما ينفعش ان انا اعمل ده بمعدل متغير، يعني وانا بغير الميل اعمل ده بشكل ثابت يعني على مسافات متساوية، يبقى التغيير في الميل او فرق المنسوب متساوي، تمام. عشان يبقى الكلام ده مريح للناس في التنفيذ ومريح كمان لليوزرز اللي بيستخدموا الطريق وهم بيسوق، تمام. طيب ايه بقى الطرق اللي ممكن اعمل بيها القصة دي، ماشي. في ثلاث طرق هناخدهم دلوقتي بالتفصيل. اول طريقة ان انا هدور الطريق كله حوالين سنتر لاين الطريق، ماشي. فبنسميها روتيت او روتيشن اباوت روتيشن اوف بيفمنت اباوت سنتر لاين. تاني طريقة ان انا ادور حوالين الانر ايدج للبيفمنت وادور حوالين الاوتر او اوتر ايدج او اوتسايد ايدج اوف بيفمنت. طب قبل ما نكمل السنتر لاين احنا عارفينه صح ولا لا يا شباب؟ كلكم عارفين ايه هو سنتر لاين الطريق من محاضرة الكروس سكشن؟ حد مش عارف؟ اي رجاله نمتوا ولا ايه؟ صباح الخير. رجع 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 في حاجه ايه 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 لو في حاجه يعني نعمل ريفيجن نعمل ريفيجنز ولو مثلا سواء انا هوريكم حاجه مش في ريفيجن ولا حاجه، هوريكم حاجه في نفس البرزنتيشن ده. ثواني البرزنتيشن وقف، ماشي. خلينا نبص كده في الرسمه اللي قدامنا. لو انا عندي طريق، فرضنا ان انا عندي طريق بسيط خالص اتجاهين حارتين، نبص على الرسمه اللي على الشمال للبلون الاحمر، تمام. لو انا عندي هاخد قطاع في عمودي على اتجاه الحركه، يعني لو اتجاه الحركه عمودي على شاشه الكمبيوتر دلوقتي، ماشي، احنا ماشيين كاننا ماشيين بالعربيه كده هندخل في شاشه الكمبيوتر، تمام. فقطاع الطريق اللي قدامنا ده ماشي مايل في الجنبين اهو بميل عرضي زي ما اتعلمنا زمان في محاضره الكروس سكشن من نص ل 2.5%، تمام. خلاص، فلو النص ده نص الطريق بالظبط فده السنتر لاين. انا المفروض سنتر لاين الطريق خط راسي كده، ماشي، بيجي من فوق لحد تحت بيمر في نص الطريق بالظبط، تمام. فالنقطه دي كده بنسميها نقطة السنتر لاين، لأن دي نقطة تقاطع سطح الطريق، سطح البيبن، سطح الأسفلت مع السنتر لاين بتاع الطريق. الانر ايدج والاوتر ايدج أو الاوتسايد ايدج بيتحددوا ازاي؟ على حسب مكان مركز المنحنى. يعني إيه على حسب مكان مركز المنحنى؟ انر بالعربي يعني داخلي، يعني ناحية المركز. اوتر يعني بالعربي خارجي، يعني بعيد عن المركز. يبقى احنا عندنا نقطتين كده، النقطه اللي على اليمين دي والنقطه اللي على الشمال دي. لو المركز بتاع المنحنى على الشمال، ماشي، فيبقى النقطه اللي على اليمين دي هي الاوتر ايدج، ماشي، ويبقى النقطه اللي على الشمال دي هي الانر ايدج، الحافه الداخليه ناحيه المركز، تمام. المركز ده اللي احنا بنلف حواليه واحنا ماشيين في المنحنى،
تمام كده عرفنا مع بعض هو ايه السنتر لاين وهي ايه الاوتر ايدج وهي ايه الانر ايدج بالنسبه لكل الناس اللي سامعيني بالنسبه لكل الناس اللي نامت اتفضل يا دكتور ايوه دكتور مروه كده كده خلاص فاهمين ايه هي الانر ايدج وايه هي الاوتر ايدج وايه هو السنتر لاين ايوه تمام في اي طريق بقى احنا طبعا شرحنا الكلام ده على طريق بسيط خالص اهو اللي هو ايه طريق اتجاهين حارتين تمام اللي هو undivided ما فيهوش جزيره في النص تمام في اي طريق بقى السنتر لاين بتاعه الجزء اللي في النص ده ماشي وهنتكلم على حالات تانية بس خلينا في الحاله البسيطه دي الاول نبدا منها تمام هو قال لك من شويه واحنا بنتكلم في الطرق دي ادور مره حوالين السنتر لاين وادور مره حوالين الانر ايدج وادور مره حوالين الاوتر ايدج وبعدين نتناقش كلنا مع بعض بعد ما نفهم كل واحده من دول طب احنا هنستخدم انهي طريقه في الثلاثه ماشي ولا احيانا في طرق مفضله نستخدمها واحيانا في طرق تانية ممكن نستخدمها في حالات اخرى ماشي قبل ما نعمل ده هنفهم مع بعض ازاي بنعمل الروتيشن ده ونفهم الثلاث طرق تمام فنبدا قال لك السوبر اليفيشن ترانزيشن سيكشن عشان انقل من 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 خط مستقيم ونورمال كراون سيكشن زي اللي كنا شايفينه من شويه مع بعض انا وانتو اللي هو فيه الحارتين مايلين لتحت وبيصرفوا الميه عشان انقل من ده لفول سوبر اليفيشن اللي هو فيه ظهر مرتفع عن بطن وبميل يعتبر نسبيا كبير ماشي هعمل ده ازاي؟ قال لك هنقسم الترانزيشن كيرف ده او ترانزيشن سيكشن ده لجزئين. جزء هنسميه ران اوت سيكشن من التانجنت ماشي من اول التانجنت كده هيبقى فيه ران اوت سيكشن وجزء هنسميه سوبر اليفيشن ران اوف سيكشن. ايه بقى ران اوت وران اوف اللي هما كلمتين اللي شبه بعض واحنا مش فاهمين الفرق بينهم؟ انا مش هشرح لك الفرق باللغه لكن هنشرح لك الكلام ده بالرسومات عشان احنا ايه مهندسين. هو ايه الران اوت سيكشن بقى ده؟ قال لك الران اوت سيكشن ده جزء من المنحنى اهو لينس اوف رود واي جزء من الطريق needed to accomplish a change in the outside lane cross slope from normal crown slope rate to zero. يعني ايه الكلام ده بقى اللي بالانجليزي ده؟ احنا كان عندنا القطاع اهو قدامنا normal crown section ماشي؟ الميل بتاعه هنا في الجنبين كام يا جماعه؟ خدناه في محاضره الكروس سيكشن والدكتور قالته لنا تاني دلوقتي من نص لاتنين ونص في الميل ماشي فايا كان الميل اللي عندك المفروض دي بتميل لبره كده ميل الجزء الخارجي اقل من الجزء الداخلي والميل على طول الحاره دي سي 2% خلينا في ميل 2% ميل كده كويس ماشي ودي برده بتميل 2% واحنا هنعمل ايه؟ عايزين طبعا عشان نلف القطاع ده كله ونخليه كله مايل للخارج وهنفرض طبعا في الرسومات اللي قدامنا دلوقتي هنفرض ان المركز بتاع المنحنى على الشمال تمام فانا عشان اعمل الطريق ده مكسر كده انا هحوله لخط مستقيم والخط المستقيم ده كله يكون مايل للخارج يعني الخارج يكون اعلى من الداخل تمام فانا هعمل الكلام ده بالتدريج على جزئين الجزء الاولاني هنسميه ران اوت سيكشن الميل بتاع الحاره اللي جوه تفضل زي ما هي ماشي والحاره الخارجيه دي اللي كانت بتميل ل 2% كده لتحت هخليها افقي يعني ميلها يساوي صفر ماشي فقال لك ده اسمه كده الجزء ده لو انا بدور حوالين السنتر لاين ماشي فالجزء ده اسمه طول الطريق اللي محتاجينه عشان نغير الميل بتاع الحاره الخارجيه من نورمال كراون سيكشن سلوب عادي ماشي لانه يبقى صفر لانه يبقى مستوي تمام تمام طيب الران اوف بقى ايه احنا قلنا كلمتين قلنا ران اوت وقلنا ران اوف سيكشن قال لك ده طول الطريق لينس اوف ران واي احنا كنا وصلنا لان الحاره الداخليه مايله ميل النورمال كراون سيكشن عادي اللي هو اتفقنا مع بعض هنا هنشوفه حوالي ماشي والحاره الخارجيه بصفر لان انا عايزه ميل الطريق كله الخارج يبقى اعلى من الداخل ويبقى الميل هنا بيساوي اي اللي هو السوبر اليفيشن اللي هو لو فرضنا الجدول اللي شفناه من شويه اقل سوبر اليفيشن فيه كان 4% فيبقى انا عايز بدل ما الحاره الداخليه تبقى 2% والحاره الخارجيه تبقى 0 كله يبقى بيميل ويبقى الخارج اعلى من الداخل والقيمه هنا سي 4% فبيقول لك الطول من الطريق لينس اوف رودواي نيدد
to accomplish a change in outside lane cross slope from zero to full super elevation or vice versa. Vice versa يعني ايه؟ يعني العكس. العكس امتى؟ طبعا الكلام ده كده بيحصل واحنا داخلين على المنحنى، واحنا خارجين على المنحنى هنعمل نفس الكلام بس بالعكس. ماشي؟ For undivided highways with cross section rotated about center line. ماشي؟ طيب نشوف بقى الثلاث طرق اللي قلنا عليهم. احنا هندور حوالين سنتر لاين الطريق. ماشي؟ فاول طريقه. تمام؟ طيب عشان نفهم الرسمه اللي قدامنا، فاحنا هنبدا بان ايه لو اتجاه الحركه بتاعه الطريق، ماشي، ترافل دايركشن من الشمال هنا لليمين واحنا داخلين على المنحنى. تمام؟ وده عشان تبقوا عارفين ده ايه الرسمه اللي قدامنا، دي رسمه قطاع، قطاع في سطح الطريق. تمام؟ مش بلان، دي قطاع في سطح الطريق. خلاص؟ فلو احنا بادئين ومن اول هنا كده، الجزء ده اللي على الشمال ده جزء الخط المستقيم في المنحنى، والجزء اللي على اليمين ده جزء المنحنى كامل التقاعس اللي المفروض يكون عليه سوبر اليفيشن كامل، يكون الظهر اعلى من البطن والميل مقداره بيساوي ايه. تمام؟ فنبدا في البدايه خالص، انا داخل على جزء منحني، جزء مستقيم، فطبيعي في الجزء المستقيم اتفقنا في محاضره النورمال كراون سيكشن ان الجنبين هيبقوا مايلين لتحت بميل بيساوي نسميه بخليه 2% مثلا. ماشي؟ فيبقى عندنا، بصوا مكان انا بشاور كده، لو انا خدت قطاع هنا في الجزء المستقيم، تمام، يبقى شكل السكشن عامل كده، ادي حارتين اهو، حاره مايله لتحت من هنا. افندم ممكن لو انتوا عايزين تقطعوني، انا بحب اسيب لكم المايك مفتوح عشان تقطعوني بس عشان تسالوا. تمام؟ فلو حد عايز يسالني يكمل سؤاله، لو حد مش عايز يسالني يسيبنا كمل. اوكي ماشي. فبقول لك اهو، لو انا خدت قطاع في الجزء المستقيم، المفروض الجزء ده كده خط مستقيم وهنا داخلين على منحنى. تمام؟ فلو انا خدت قطاع في الجزء المستقيم، تمام، انا طبيعي ان انا بعمل في الجزء المستقيم القطاع مايل في الجنبين عشان الميه بتاعه المطر تتصرف في الجنبين. فشايفين قطاع رقم A هو ده قطاع في الجزء ده. تمام؟ انا عايز اوصل لان يبقى عندي الجنب الخارجي، ماشي، اعلى من الجنب الداخلي والميل منتظم على القطاع العرضي قيمه ايه. الرسمه اللي قدامنا دلوقتي لو فرضنا ان المركز على اليمين مش على الشمال، ماشي، فهتلاقي هنا الجنب الخارجي الناحيه اللي على الشمال. تمام؟ فبنبدا اننا نعمل ايه الاول، من القطاع A للقطاع B مفيش حاجه اتغيرت غير ان الحاره الداخليه ثابته زي ما هي من نفس الميل، والحاره الخارجيه اتفقنا ان الميل بتاعها يساوي صفر، وبنعمل الكلام ده بشكل تدريجي. فهتبصوا كده تلاقوا ايه الخط، لو الجزء ده قطاع في الطريق، ماشي، فهيبان عندنا السنتر لاين، شايفينه اعلى من الحافه الداخليه والحافه الخارجيه الاثنين جنب بعض في نفس المنسوب. ماشي؟ فيبقى لو خدنا قطاع وبصينا كده نلاقي الجزء ده اهو، ده الخط بتاعه ثابت من الاول للاخر لان ده سنتر لاين اللي احنا بندور حواليه، فالنقطه اللي احنا بندور حواليها بتفضل ثابته في الاول من الاول للاخر. وعندنا هنا الحافه الداخليه والحافه الخارجيه في الجزء المستقيم هما في نفس المنسوب اهو، لو بصيت لدول من الجنب يبقوا الاثنين في نفس المنسوب اهو، خط المنقط ده. ماشي؟ يبتدي يحصل ايه من اول هنا لحد هنا؟ الحافه الداخليه بتفضل زي ما هي والحافه الخارجيه بيحصل لها ايه؟ بتعلى لحد ما توصل لمنسوب سنتر لاين. فاهي ادي الحافه الداخليه هي بتعلى لحد ما توصل لمنسوب السنتر لاين. الخط ده خط ثابت الميل، واحد لمتين، واحد راسي لمتين افقي. ماشي؟ هنا بتعلى لحد ما توصل لمنسوب السنتر لاين، فبيبقوا الاثنين في نفس المنسوب اللي احنا شايفينه هنا في القطاع ده. ماشي؟ بتفضل مكمله خلاص، تمام، لحد ما يبقوا الاثنين ميلهم 2% اللي هو هنا في القطاع سي. المسافه دي كده قد المسافه دي. طب المسافه دي مقدارها سي، نحسبها منين؟ هي ميل 2% اللي هو الميل بتاع الحاره في عرض الحاره كام؟ احنا اتفقنا ان الطريق ده انا خدت ابسط حاجه اللي هو دي حاره
عرضها دابيو اي رقم بقى ممكن 12 فيت 3.6 من 10 3.5% ودي زيها تمام. فهتفضل تلف كده لحد ما يبقوا الاثنين البعد بينهم وبين السنتر لاين ثابت، يعني الطريق بقى خط مستقيم اهو ميلو بيساوي 2%. طب احنا السوبر اليفيشن بتاعنا مش 2%، احنا السوبر اليفيشن بتاعنا سي 4%، فهنعمل ايه؟ هنفضل مكملين ماشي لحد ما نوصل للقيمة دي اللي هي S، وS هنا قال لي بتساوي عرض الحارة في قيمة السوبر اليفيشن بتاعنا اللي هو 4%. من اول هنا ما عادتش بقى اللي بيدور، ما عادش الحافة الخارجية لوحدها، لا ده بقى معاها كمان الحافة الداخلية، هتبدأ هي كمان ايه تنزل، الحافة الخارجية بتعلى والحافة الداخلية بتنزل عشان احقق الميل من 2% ل 4% اللي هو قيمة السوبر اليفيشن. وهنا يبقى ادي الخط بتاع الحافة الخارجية والخط بتاع الحافة الداخلية والسنتر لاين في النص اللي هو البعد ده او القطاع ده ماشي. الطول بقى اتفقنا طول الترانزيشنال كيرف قال لك بيساوي طول الران اوف اللي هو من اول هنا لحد السوبر اليفيشن كله بيساوي 200 في اس، او الطول اللي كنا حسبناه قبل كده اللي هو 1.6 في تكعيب على ار ماشي. الاكبر منهم هو اللي بناخده في معظم الاحيان كديزاينرز بيطلع لنا 200 اس اكبر، فده القيمه اللي احنا بناخدها فعلا اللي احنا بنعمل بيها الاتينمنت بتاعه السوبر اليفيشن. لحد كده الرسمه اللي قدامنا دي صعبه؟ في حاجه فيها مش واضحه؟ دكتور هو طول السوبر اليفيشن بيساوي ال1 بيساوي ال اس بس؟ لا ال اس بس. تمام ده تطور الترانزيشنال كير. تمام جدا ماشي. طول السوبر اليفيشن اللي هو اجابه سؤالك، الطول اولا السوبر اليفيشن ملوش طول، السوبر اليفيشن ميل جانبي. الطول اللي بننفذ عليه السوبر اليفيشن بنحول يعني من قطاع نورمال كراون سيكشن ليه قطاع فولي سوبر اليفيتد او قطاع عليه سوبر اليفيشن كامل هو الطول ال1 زائد ال اس. تمام كده انا جاوبت سؤالك؟ تمام كده ماشي. الترانزيشنال كيرف ماشي هو طوله بيساوي ال اس، الطول اللي بننفذ عليه سوبر اليفيشن بالكامل هو ال1 زائد ال اس ماشي. بس اللي متعارف عليه يعني والموست كومن واللي الناس بتقوله والمقاولين بيقولوه والمهندسين بيقولوه طول الوقت ان طول الترانزيشنال كيرف هو طول اللي بننفذ عليه السوبر اليفيشن، لكن الحقيقه في عندنا طول اهو اسمه ال1 بنسميه ران اوت، ده كمان بيدخل في تنفيذ السوبر اليفيشن. اتفضل كنت بتسال حاجه انا وانا بتكلم. انا قصدي يعني مثلا يعني سؤال يقول لي عايز طول المنحنى الانتقالي ال1 ال اس طول المنحنى الانتقالي ال اس. تمام تمام جدا تمام ماشي. لحد كده الروتيشن حوالين السنتر لاين واضح؟ في اي دكتور. مشكله؟ ايوه اتفضل حضرتك. في رسمه السبايرال كيرف في الاول كان بيبقى فيه اربع نقط اللي هو تانجنت تو سبايرال، سبايرال تو كيرف، كيرف تو سبايرال كده. اللي هو الجزء الاكبر اللي في الكيرف اللي هو اللي فوق من اول سبايرال تو كيرف الكيرف تو سبايرال ده بيبقى كله متثبت عليه الفول سوبر اليفيشن، يعني انا بكون وصلت السوبر اليفيشن قبل ما عند السبايرال كيرف صح؟ اها بص يا باشمهندس انا ببقى السوبر السبايرال كيرف الاول، احنا عندنا تانجنت تو سبايرال، تانجنت اهو شايفين النقطه اللي انا بشاور عليها؟ خلاص هنبدا تنفيذ السبايرال من اول نقطه الران نهايه الران اوت، فيبقى السبايرال هيبقى لحد هنا كده. هنا وصلت انا سبايرال تو كيرف، طول لما انا ماشي على الكيرف فانا عندي فول سوبر اليفيشن، سوبر اليفيشن كام تمام. وبعدين الرسمه اللي قدامكم ده نص الرسم بس على فكره، لان انا بمشي جزء على المنحنى بتاعي ايا كان طول المنحنى بتاعي بمشي عليه بالجزء الفول سوبر اليفيشن ده، واجي الناحيه الثانيه انا هرجع تاني اوصل لخط مستقيم، فانا بنفذ سبايرال تاني بس بقى ببدا من كيرف تو سبايرال وبعدين سبايرال تو تانجنت، يعني بيبقى في تماثل الجزء ده نص الرسمه فقط ماشي. ماشي تمام كده انا جاوبت على السؤال ولا انت لسه في حاجه عايز تسال عليها؟ لا تمام تمام. لا تمام تمام. في حد تاني عنده اسئله قبل ما انقل على الطريقه اللي بعدها؟ طيب قبل ما نقل على الطريقه اللي بعدها، احنا دايما عايزين نوصل لان الحافه الخارجيه تبقى هي اعلى حاجه والحافه الداخليه هي اقل حاجه في المنسوب، والسنتر لاين فين؟ في النص بين الاثنين تمام.
هنا انا كنت بدور حوالين السنتر لاين، فهتلاقوا في القطاع في البروفايل خط السنتر لاين، شايفين احنا ماشيين معاه اهو ثابت ما بيتغيرش، لان احنا اصلا بندور عليه، بندور حواليه. ماشي، اللي بندور حواليه بيبقى هو اللي ثابت ما بيتغيرش مكانه طول ال سوبر طول الترانزيشن كيرف. خلينا نخش على الطريقه الثانيه. انا هدور هنا حوالين الانسايد ايدج، ماشي. فلما اجي ادور ايدج ادي السنتر لاين وتحتيه الانسايد ايدج، هنعمل عليها خط كده ثابت من الاول للاخر، منسوبها مش هيتغير. تمام. طيب السنتر لاين احنا اتفقنا ان انا عايز الاول دي ده الخط اللي المفروض بندور حواليه اهو، وده القطاع النورمال كراون سيكشن، ودي الحافه الداخليه والحافه الخارجيه ناحيه الشمال، عشان احنا عندنا المركز هنا في الرسمه دي ناحيه اليمين. تمام. فانا هدور حوالين الحافه الداخليه دي وهي ثابته مكانها. تمام. لما نبدا في البدايه بالقطاع النورمال كراون سيكشن، فيبقى عندنا الحافه الداخليه والخارجيه في نفس المنسوب، السنتر لاين فوقيهم بمسافه مقدارها سي، والسي نقدر نحسبها من عرض الحاره مضروب في الميل الجانبي اللي هو هنا هنفترض ان هو 2%. ماشي. ونيجي عند عايزين نعمل الران اوت سيكشن بتاعنا. في الران اوت اتفقنا ان يعني ايه ران اوت، يعني الحاره الداخليه يفضل ميلها ثابت زي ما هو اللي هو عندنا هنا 2%، والحاره الخارجيه يبقى ميلها بيساوي صفر. لما اجي ادور حوالين النقطه دي عشان اخلي الحاره دي ميلها يساوي صفر، فانا هرفع الحرف ده كده لحد ما يبقى افقي، فيبقى عندنا الحاره الخارجيه بقت ميلها بيساوي صفر، فالحافه الخارجيه بدات ايه تعلى. ماشي. والسنتر لاين ثابت زي ما هو في مكانه ما اتغيرش، ماشي، عشان الحاره الداخليه تفضل ميلها ثابت، فالحافه الخارجيه هتبتدي تعلى كده والسنتر لاين والحافه الداخليه ثابتين. تمام. من هنا بقى اما نيجي عايزين نخلي كله يبقى ميله بيساوي 2%، فبرضه دي هتفضل تعلى والسنتر لاين ثابت في مكانه، فدي هتكمل تعلى اهو والسنتر لاين ثابت في مكانه. ماشي. كده بقى ميل الطريق كله 2%، لكن انا عايز انفذ السوبر اليفيشن ساي 4% او 6% او 8%، فانا هعمل ايه؟ هنخلي الطريق كله يلف، وفي الحاله دي السنتر لاين هيبدا هو كمان ايه اللي يحصل له؟ يعلى. ماشي. عشان نوصل لميل 8% او 6% او 10% او ايا كانت قيمه السوبر اليفيشن، فهنلاقي الحافه الخارجيه بتكمل لاعلى اهي عشان تعلى. ماشي. والسنتر لاين كمان بيبدا يزيد معاها. النتيجه النهائيه ان احنا هيبقى عندنا سوبر اليفيشن في الاوتر ايدج اعلى نقطه، وال السنتر لاين اللي هو الاكشوال سنتر لاين بروفايل يعني في النص، والانسايد ايدج او الانر ايدج هتبقى اقل نقطه. المسافات من اول الانر ايدج لحد السنتر لاين هتبقى بتساوي اس، والمسافه من السنتر لاين لحد النقطه الخارجيه هتبقى بتساوي اس، واس قبل كده اتفقنا ان احنا نقدر نجيبها بقيمه دبليو في اي. لحد كده برضه الدوران حوالين الانر ايدج في حاجه صعبه دكتور؟ هو الكلام ده كله الشارع دوت حاره رايح جاي ولا هو اتجاه واحد؟ لا، حارتين، واحده رايحه وواحده جاي. تمام. يعني لو حارتين رايح وحارتين جاي هيبقى نظام مختلف او طريقه مختلفه. هنتكلم عن ده دلوقتي، بس خلينا الاول في الحارتين. هكلمك عن كل حاجه. ماشي. خلينا الاول في الحارتين ونفهمه كويس، وبعدين ننقل على ايه، على اللي اكتر من كده. لحد دلوقتي انتوا فاهمين كويس؟ طب دكتور لو سمحت، اتفضل. هو مش المفروض مثلا في الحاله اللي هي سي او دي او اي ان المفروض ان كده مثلا لو في اتجاه اللي هو مثلا الرايح واحنا عملنا الميول دي هتبقى كده ماشي، هي بتفادي القوه الطارده المركزيه، انما لو في اتجاه اللي هو العكس هتبقى كده القوه الطارده المركزيه في اتجاه اللي هو اصلا خطر على العربيه اللي معديه. لا فهمني سؤالك تاني عشان انا مش فاهم. في الحاله مثلا اللي هي دكتور الحاله ايه؟ احنا فرضين مثلا المركز بتاع الكيرف اللي انا عامله على اليمين. طيب فالميل اللي انا واخده في الحاله ايه؟ ان العربيات الرايحه هتبقى مثلا بتلف في اتجاه عقارب الساعه، فالاتجاه دوت مش هيبقى خطير عليها. ماشي.
والعكس برضو انا عكست الميل في الناحيه التانيه من الطريق عشان العربيات اللي هتبقى جايه في الاتجاه العكس هتبقى برضو المفروض هتبقى بتلف برضو في اتجاه عقارب الساعه، برضو بتفادي القوه الطارده المركزيه. حضرتك لا معايا؟ هي عكس عقارب الساعة في الحالة ايه؟ انت بتتكلم على الحالة ايه صح؟ انا كنت اها اللي هو اقصد ان الاتجاهين هيبقوا في اتجاهين عكس بعض، عشان كده انا عكست الميل. مثلا لو هنا الميل موجب هيبقى هنا الميل سالب، بحيث ان في اتجاهين العربيه هتمشي فيهم، فالاتنين يفادوا القوه الطارده المركزيه. هو بس يعني في عور في السؤال نفسه ماشي. هو اصلا في الحاله ايه؟ الحاله ايه دي اللي هي نورمال كراون سيكشن اللي هو بيبقى الميلين عكس بعض، ده بيبقى على الخط المستقيم يعني مفيش منحنى ماشي ومفيش قوه طارده مركزيه تمام. والميل ده بيبقى ميل الغرض الوحيد منه تصريف ميه المطر، ده في الحاله ايه تمام. في الحاله ايه ماشي عشان ابقى جاوبت على اسئلتك. في الحاله ايه انا عندي هنا منحنى وبالتالي عندي قوة طاردة مركزية، والقوة الطاردة المركزية بيبقى دايما اتجاهها للخارج، فأنا بميل الطريق كله للداخل عشان يبقى سواء العربية اللي في الاتجاه اللي رايح أو العربية اللي في الاتجاه اللي جاي الاتنين ليهم مركبة وزن. طبعا الوزن المفروض دايما رأسي، لكن لما بيبقى عندي الطريق مايل المركبة الرأسية دي بتتحول لمركبتين مايلين، واحدة فيهم عمودية على سطح الطريق وواحدة فيهم لداخل المنحنى ماشي. اللي لداخل المنحنى دي مركبة وزن بتلاشي قيمة القوة الطاردة المركزية اللي عايزة تطرد العربية للخارج. مش هتفرق سواء كده او كده، يعني اللي هو ايه كده وكده اللي هو سواء رايح او جاي كده كده الوزن الاسفل، فمش خلاص كده مش هيحصل مشكلة يعني. ده مظبوط. بص هو دايما دايما القوة الطاردة المركزية للخارج، لخارج المنحنى، سواء العربية ماشية مع عقارب الساعة او ماشية عكس عقارب الساعة. يعني انت اقول عشان اضرب لك مثال اسهل، كنت بتلعب بالمعلق وانت صغير، تعرف يعني ايه معلق؟ يعني ايه؟ يعني ايه يعني واحنا صغيرين كده؟ انا شخصيا ما كنتش بعمل الحكايه دي بس كنت بشوف الولاد يعملوها. يربطوا طوبه في فتله او في دباره ماشي، ويمسك الفتله من عند مسافه مثلا نص متر او متر ويبتدي يلف، يطلعها فوق راسه كده بايده اليمين ويبتدي يلفها فتلف في دايره صح؟ ايوه بتبقى في اللعبه دي معظم الولاد لعبوها وهم صغيرين تمام؟ طبعا ما عدا الجيل الحالي اللي ما بيلعبش غير بالموبايلات اوكي؟ اللعبه دي كانوا الولاد وهم بيلعبوا بيها، لو الطوبه تقيله شويه وهو مش ماسك الفتله كويس الفتله بتفلت منه، الطوبه كلها بتطير من ايده. بتطير من ايده ليه؟ لان هو لما لفها بالشكل ده والطوبه ليها كتله وهو بدا يلففها في دايره، طبيعي بما ان انت ماسك الفتله من عند نقطه معينه ثابته فهي بتلف في بعد ثابت عن مركز الدايره اللي هو صباعك اللي ماسك الفتله تمام. فبيحصل ايه طالما في كتله وفي حركه دائريه؟ بيحصل قوة طاردة مركزية. القوة الطاردة المركزية بتعمل ايه؟ دايما هي عايزة الفتلة الطوبة تطلع لبره، تتحرر من الحركة الدائرية اللي بنصف قطر ثابت ماشي، عشان هي عند كل نقطة على مسار الدايرة بتبقى عايزة تمشي في اتجاه الحركة المستقيم مماس ماشي. ما بتقدرش تعمل ده، الطوبة ما بتقدرش ان هي الانيرشيا بتاعتها تأثر عليها طول ما انت ماسك الفتلة كويس ماشي. لكن وانس ان انت ما تبقاش ماسك الفتله كويس تروح جايه الطوبه طايره. طبعا كانت بتطير واحنا صغيرين في شباك اي حد، تكسر اي حاجه، تيجي في اي حد، فتعمل مشكله بين الجيران وبعضها تمام. احنا بقى هو ده اللي بيحصل بالظبط، بس احنا عندنا حاجتين بيتحركوا او اتجاهين للحركه ماشي. لو انت فاكر اللعبه دي وانت صغير، انت دايما معظمنا لما بيجي يلف بيلف عكس عقارب الساعه، ده اتجاه الحركه الطبيعي سبحان الله، زي اتجاه الطواف حوالين الكعبه، زي حاجات كتير، ده اتجاه الحركه، زي الالكترون ما بيلف في المسار حوالين الذره، معظمنا طبيعي كده. وهو بيعمل اي حركه دائريه بتلاقيه يتحرك الحركه دي. لكن في مسار تاني للحركه في اتجاه مع عقارب الساعه، انت نفسك تقدر تعمل، انت نفسك وانت صغير لما كنت بتلعب اللعبه دي كان ممكن تتحرك مع عقارب الساعة ولا عكسها زي ما انت عايز يعني ماشي. فسواء كانت الحركة مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة، في الحالتين في قوة طاردة مركزية، والقوة الطاردة المركزية بتحاول تحرك الأوبجكت، الحاجة اللي بتتحرك عايزة ترجعها للمسار المستقيم، لكن هي متثبتة في مسار الدايرة. في حالة اللعبة اللي كنت بتلعبها وانت صغير هي متثبتة بإيه؟ بطول الفتلة، ما هو طول الفتلة ما بيتغيرش. طب في حالة الطريق احنا يهمنا بقى، احنا يهمنا نعرف البيزكس من الفيزياء، لكن يهمنا الابلكيشن عندنا في الطريق. ايه اللي بيخلي العربيه مش عارفه تخرج من المسار الدائري؟ لان احنا خططنا لها المسار الدائري فعلا، هو ده المسار، هي مش هتمشي يعني مش هتطير من على الطريق تطلع بره الاسفلت،
هي عايزه تمشي على المسار الدائري، لكن في نفس الوقت الانيرشيا بتاعتها بتجبرها عن طريق القوه الثابته المركزيه ان هي تطلع لبره. فانا بعمل لها ايه؟ بعادل كل ده. احنا اتفقنا من زمان برضو في الفيزياء زمان في المدرسه وفي الميكانيكا بعد كده لما خدناها في ثانويه عامه باين ولا في اولى ثانوي ماشي، ان احنا لو وفرنا لاي حاجه توازن اكواليبريم ماشي فخلاص مش هيحصل اي مشكله طول ما هي في توازن، لو سواء كان التوازن ده ساكن زي توازن الاستاتيكا اللي خدناه زمان او التوازن ده توازن ديناميكي. احنا على الطرق عايزين نعمل توازن مش ستاتيك، عايزين نعمل توازن ديناميك، ديناميك اكواليبريم. هي عايزين العربيه تتحرك في المسار الدائري من غير ما القوه الطارده المركزيه تطلعها لبره، فبنعمل ايه؟ نروح جايين واخدين الطريق كله ورافعينه لفوق من الناحيه الخارجيه ماشي، رافعينه لفوق بقى سواء كانت العربيه بتتحرك في اتجاه عكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه في مركبه وزن للداخل ماشي، للاتجاهين مش اتجاه واحد، للاتجاهين لما تيجي تحلله. وفكروني المحاضره الجايه ان شاء الله، احنا المحاضره الجايه بتاعه الاسبوع الجاي هتبقى في المدرج، انتوا فاكرين الحكايه دي ولا لا؟ فاكرين جدولكم؟ ايوه فاكرين جدولكم. احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبقى في المدرج بمشيئه الله تمام. فكروني ارسم لكم الحاجات دي على السبور هيبقى احسن، انا ما عنديش وايت بورد، في حاجه اسمها وايت بورد كده بتتركب على الكمبيوتر اقدر ارسم عليها براحتي، بس انا الحقيقه ما عنديش الاوبشن ده، فخلوني بالقلم كده على السبوره ارسم لكم التوازن دوت، ونبص العربيات اللي رايحه واللي جايه، ونبص كمان على طريقه الاتينمنت بتاعه سوبر اليفيشن دي نشرحها تاني في المحاضره عشان تبقى مفهومه اكتر بالنسبه لكم ماشي. فانا على جميع الاحوال سواء كانت العربيه رايحه او جايه، يعني كانت في اتجاه عقارب الساعه او كانت عكس عقارب الساعه، فانا عندي مركبه وزن لجوه ماشي للاثنين، بتلاشي مركبه القوه الطارده المركزيه لبره للاثنين، فبيحصل عندي حاجه اسمها دايناميك اكواليبريم، توازن ديناميكي. فتفضل العربيه المفروض يعني لو انا مصمم السوبر اليفيشن صح تفضل العربيه ماشيه في مسارها الدائري بدون ما يحصل تغير في الحركه، بدون ما يحصل انها تحصل لها ازاحه جانبيه او تغير الحاره او 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 لا قدر الله تنقلب في بعض الاحوال. انا عايزه احقق التوازن الديناميكي ده ماشي، بان انا بدور الطريق بعلي الحافه الخارجيه وبغطي الحافه الداخليه، والدوران ده بيتم حوالين ثلاث حاجات في ثلاث حالات. الحاله الاولانيه خدناها مع بعض اللي هي الدوران حوالين السنتر لاين، الحاله الثانيه خدناها دلوقتي حالا اللي هي حوالين دوران حوالين الانسايد ايدج، والحاله الثالثه هناخدها مع بعض دلوقتي. ايوه معلش، هي المسافه من A ل C تبقى على خط مستقيم التانجنت ولا على السبايرال كيرف؟ من A لمين؟ ل C؟ من نقطه A لنقطه C. لا، من A ل B. انت السؤال نفسه مش صح. من A ل B خلاص، ده التانجنت اوكي. من اول B بقى لحد الاخر خالص ده السبايرال. تمام جدا. تمام. طيب احنا اتفقنا ان انا بدور حوالين يا اما السنتر لاين يا اما الانر ايدج يا اما الاوتر ايدج ماشي، واللي بدور حواليه بيكون دايما ايه؟ ثابت اوكي، من الاول للاخر المفروض المنسوب بتاعه ما بيتغيرش. طيب كمان لو انا في اتفاق تاني اتفقنا عليه، ان في جميع الاحوال انا عايز اوصل من نورمال كراون سيكشن اللي هو فيه السنتر لاين اعلى حاجه والانر ايدج والاوتر ايدج كانوا في منسوب واحد، لانه تبقى الاوتر ايدج هي اعلى حاجه، الانر ايدج هي اقل حاجه، اللي في النص هو السنتر لاين، والميل بتاع الطريق هو السوبر اليفيشن على الميل الايه الجانبي. تمام. ف هنبص هنا، احنا اتفقنا ان انا عندي الناحيه اليمين المركز ناحيه اليمين، فالانر ايدج ناحيه اليمين والاوتر ايدج ناحيه الشمال، واتفقنا ان انا عايز الاول اغير من نورمال كراون سيكشن عامل كده مايل في الجنبين، لان تبقى الحاره الخارجيه كلها ميلها بيساوي صفر. فانا عشان اعمل ده حوالين الاوتر ايدج، الاوتر ايدج هي اللي هتبقى ثابته والباقي مناسيبه تتغير يعلى او ينزل ماشي، فانا عايز الحاره الخارجيه ميلها تبقى صفر، فالسنتر لاين اللي محتاج انه يعمل ايه؟ ينزل لتحت عشان يبقى في نفس منسوب الحافه الخارجيه. ومعاه كمان انا اتفقت ان الحاره الداخليه هيفضل ميلها ثابت اللي هو 2%، فمعاه كمان هتنزل الحافه الداخليه. فنبص كده من A لB السنتر لاين نزل
ماشي مقدار سي، والانر ايدج هي كمان نزلت مقدار سي، فالاثنين اتحركوا مع بعض همت ونزلوا، ده نزل سي وده نزل سي ماشي، عشان نوصل للران اوت سيكشن اللي هو ان الحافه الحاره الخارجيه تكون كلها مقلها بيساوي صفر. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده الطريق كله هينزل يبقى ميله ب 2%، فهنا برضو دي هتنزل كمان، السنتر لاين هينزل كمان والانر ايدج هتنزل كمان لحد ما يبقى خط مستقيم كده ميله 2%، فدول هيكملوا اهو ماشي لحد ما يبقى ينزل كمان سي وينزل كمان سي. المسافه دي كلها على بعضها كده بقت 2 سي ماشي من الاوتر ايدج، وبعد كده الطريق هيكمل لحد ما يبقى عندي الانسايد ايدج على بعد 2 اس والاوتسايد والسنتر لاين على بعد اس من من الاوتسايد ايدج. على جميع الاحوال اتفقنا ان الحافه الخارجيه بتبقى في السوبر اليفيشن هي اعلى نقطه، والحافه الداخليه هي اقل نقطه، والسنتر لاين في النص. ده الدوران حوالين سؤال. قبل ما ننقل على السلايد اللي بعديه، انا بستخدم اي طريقه من دول؟ يعني دول ثلاث طرق مختلفه، تفتكروا انهي طريقه هي الاكثر استخداما او الاميل ان انا استخدمها؟ ده سؤال. ان انا ادوح سنتر لاين ليه؟ حلو جميل. ليه؟ هيبقى اقل في التكلفه اعتقد، يعني عشان بنقلل كميات الحفر والردم، يعني بتطلع متوازنه. والله اعلم يعني، والله اعلم. لا والله هو طبعا ربنا اعلم بكل حاجه، بس انت قريب من الاجابه الصحيحه. حد عايز يقول حاجه تاني؟ ممكن أي. لان السنتر لاين بيختلف عن الحالتين التانيين، ان مبقاش فيه لاترال اوفست. يعني ايه لاترال اوفست؟ تقصد ازاحه جانبيه؟ لا، اللي يبقى في ما بين اللي حضرتك كنت رسمتيها في الاول رسمه اللي هو كان خط منقط وخط ثابت. اها، فده بقى لاترال اوفست ما بين الكيرف نفسه او التخطيط بتاع الكيرف نفسه. الحالتين التانيين بتاعتك الترانزيشن. لا انا فهمت يا دكتور. الازاحه او الترانزيشن اللي احنا رسمناها لما بيبقى عندنا سبايرال كيرف على اليمين وعلى الشمال، فبيحصل بما ان سبايرال كيرف كان متغير نصف القطر بيحصل ازاحه للسنتر لاين الطريق نفسه. لا ما فيش علاقه، الازاحه دي بتحصل anyway. دكتور ايوه اتفضل. انا ممكن اقول ان الطريقه الاولى هي دايما اللي هي اللي ممكن تكون افضل حل عندي، ولكن انا في النهايه عندي ثلاث طرق ممكن اختار على حسب الامكانيه اللي عندي، على حسب الصرف اللي انا هتعامل معاه، الميه، على حسب طبوغرافيه الارض. كلامك مظبوط جدا على فكره. شكلك قاري المحاضره قبل ما تيجي، مش انا اللي شايره لكم المحاضره. برافو عليك، كلامك مظبوط جدا ماشي. الاهم ليه طريقه السنتر لاين هي الموست بوبولار او اكتر طريقه مستخدمه؟ طبعا انا بيحكمني الظروف، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في المطلق، لسه ما قلناش الحالات. تمام، ليه انا ممكن تكون دي اكتر طريقه مستخدمه بالنسبه لي؟ حد من زمايلك قال، انا شايف وبيتهيألي كده بالانجينيرنج سنس بتاعي، ان ممكن الطريقه دي بتكون اقل كميات حفر وردم، وكلامه مظبوط. في حاجه تانية كمان بالانجينيرنج سنس برضو، انتوا كطلبه وانت قاعد بنشرح لك الثلاث طرق، ايه اسهل واحده فهمتها؟ السنتر لاين الاولى. حقيقي هي اسهل واحده في الفهم واسهل واحده في التنفيذ. ماشي، هي اسهل واحده في التنفيذ كمان. تمام، فالحقيقه ان احنا لما نسال السؤال which method ماشي، اهو انتوا عرفتوها لوحدكم. قال لك ان اوفر اول سنس بالسنس كده، بالاحساس يعني الهندسي اللي اتكون عندنا، ذا ميثود اوف روتيشن اباوت سنتر لاين از يوزوالي ذا موست ادابتبل، هي اسهل واكثر طريقه سهل انها تتطبق، فهي بتستخدم فعلا موستلي. يعني لو احنا عندنا حاله الاختيار الحر، اللي هي ايه حاله الاختيار الحر؟ ان احنا عندنا الطريق تو واي تو لين ومفيش ديفيجن، مفيش جزيره في النص ماشي. إذا منا اللي كان بيتكلم على موضوع الصرف قال لك method 2 is usually used when drainage is a critical component in the design. يعني إيه؟ الطريقة رقم 2 كنا بندور حوالين مين؟ الانر ايدج ماشي؟ الانر ايدج اللي هي دايما بيبقى إيه؟ أقل طريقة، أقل مكان في الارتفاع، اللي إحنا لو عندنا مية كتير دايما هتتصرف على الناحية منين؟ على ناحية إيه؟ أقل مستوى، أقل منسوب. المية بتمشي، المية احنا متعودين من الجاذبية الأرضية المية دايما بتمشي
للمنطقة الوطي، حتى يقول لك الماء ما تمشيش في العالي، ده مثل شعبي تمام. واحنا حتى تعلمنا لما انتوا يعني تعلمتوا، واحنا لما كنا قدكم تعلمنا، اما كنا سايب ناخد تصميم الترع وكلام من ده، كان يقول لك ايه، حط الميول في اتجاه الماء اللي انت عايز الماء تمشي فيه ماشي، فتعمل الميل بتاعك هابط في الاتجاه اللي انت عايز المايه تمشي فيه، عشان المايه تمشي بتاثير الجاذبيه الارضيه. فانا دايما لو انا عندي الطريق ده في منطقه مطيره، وانا موضوع تصريف المايه موضوع مهم جدا بالنسبه لي، فهنستغل بالطريقه رقم 2 عشان تصريف المطر، ابقى ضامن احط الشنايش بتاعه الصرف بتاعتي فين ماشي. وبيقول لك بقى في النهايه in the end an infinite number of profile arrangement are possible ماشي، في عدد لا نهائي من ان انت تعمل بروفايل بتاعك، زي depend on كذا حاجه، الدرينج، الاسياستيك، التوبوغرافي among others. والحاجه بقى المهمه، لو احنا بنتكلم في طريق divided، يعني ايه divided؟ يعني في جزيره في النص. انا عندي كده، لو انا ده كان الطريق اللي بالمنقط، ده الطريق قبل المنحنى على النورمال كرام، على التانجنت، على الجزء المستقيم، ده الطريق اهو المنقط ده، اعمل نورمال كرام من اليمين واعمل نورمال كرام من الشمال ماشي. لكن لما اجي الف في الطريق، مش هلففه حوالين سنتر لاين كل اتجاه، هلففه حوالين النقطتين دول، شايف النقطتين دول ماشي. هنا لو طبعا احنا باين بالنسبه لنا لما سوبر اليفيشن اتعمل على الطريق، ان السنتر ناحيه ايه، اليمين ولا الشمال؟ هي رجال فوق كده، اليمين برافو. اليمين ليه؟ لان العالي على الشمال ماشي. العالي على الشمال والواطي على اليمين، يبقى المركز ناحيه اليمين. احنا بنخلي دايما المركز الناحيه اللي في المنسوب، الناحيه اللي ناحيه المركز اللي بنسميها الداخليه، بنسميها دايما هي الاقل في المنسوب تمام. فانا هنا الدوران بتاعي بقى حوالين حرفي الجزيره، ليه؟ عشان احافظ على الجزيره بتاعتي ان هي منسوبها ثابت تمام. فيبقى عندي كده ادي الطريقة اهو، ده الاتجاه الخارجي لف حوالين الحافة الداخلية بتاعته، دي تعتبر الحافة الداخلية ليه. الاتجاه الداخلي لف حوالين الحافة الخارجية بتاعته. نحكم كلمة خارجية وداخلية منين؟ الاقرب للمركز داخلية والابعد للمركز خارجي ماشي. تخيلوا بصوا على الرسمة اللي فوق كده، تخيلوا لو انا لففت كل طريق حوالين السنتر لاين بتاعه، بصوا كده ايه اللي هيحصل للجزيره. الجزيره اللي كان مفروض يبقى المناسيب بتاعتها، النقط بتاعتها كده ثابته ماشي، بقت عامله زي الجزيره، باظت ليه؟ لان الديزاينر هنا لف كل اتجاه حوالين السنتر لاين بتاعه. ما ينفعش لما يكون عندي جزيره، ما ينفعش لما يكون عندي ديفيجن في الطريق ماشي. فكده الدنيا واضحه بالنسبه لكم، انا بلفف حوالين ايه وليه ولا لا؟ يا شباب تمام كده تمام. طيب ننقل بقى على اللي بعديها. طب تمام حلو جميل. ننقل على ما بص احنا بننقل حاجه لما نتاكد ان انتوا فاهمين اللي عندنا نكمل. لا السلايد اللي فات تاني يا دكتور دي صح؟ لا اللي قبلها بقى دي. ايوه تاني يا باشمهندس، انا عندي اهو اتجاهين خلاص، وكل اتجاه معمول له. هنا مش بنتكلم عن الحاله البسيطه، احنا اللي خدناه من شويه كنا بنتكلم على ابسط حاله الاول ماشي. الحاله البسيطه الاولانيه خالص كانت ان انا هلفف حوالين السنتر لاين او الانر ايدج او الاوتر ايدج على حسب الحاله اللي عندي، لان كل اللي عندي كان ايه، حارتين واتجاهين خلاص. هنا لا، انا نقلت بقى على حاله اعلى شويه، اللي هي ايه الحاله الاعلى شويه، ان انا عندي ديفيجن، عندي جزيره في النص تمام. فبقى عندي اللي بالمنقط ده قبل في الخط المستقيم خلاص، لسه مش بنفكر في السنتر لاين خالص. فانا هعمل ايه في اللي في المنقط ده لو عندي طريق خط مستقيم؟ هيبقى عندي الجزيره والطريق هنا نورمال كراون سيكشن، والطريق هنا نورمال كراون سيكشن، ولو عندي صرف هحط الصرف هنا عادي، مفيش اي مشكله خالص ماشي. لكن جه بقى عندنا منحنى، فبقى عندنا منحنى، فلازم نخلي الطريق سوبر إليفيتد، لازم نخلي الظهر أعلى من البطن عشان أضمن استقرار السيارات وهي ماشية في الطريق، ما يحصلهاش لا تنقلب ولا يحصلها تنزاح ولا يحصل أي حاجة لا قدر الله. فبنعمل إيه؟ فبنرفع الظهر عن البطن، نخلي دايما الحافة الخارجية أعلى.
مراكز الدوران هنا ايه؟ مراكز الدوران هي حرفاي الجزيرة، عشان الجزيرة يحصل لها ايه؟ الجزيرة تفضل ثابتة، الجزيرة ما تتغيرش. تمام. ماشي؟ تمام؟ فبنعمل كده ازاي؟ بدور كل اتجاه حوالين الحرف المتصل بالجزيرة. طب بالنسبة للاتجاه ده، الحرف المتصل بالجزيرة هو الداخلي ولا الخارجي؟ ده الداخلي. جميل. وبالنسبة للاتجاه التاني، الحرف المتصل بالجزيرة هو الايه؟ الخارجي. يبقى أنا لما أجي أدور في اتجاه هدوره حوالين الحافة الداخلية، وفي اتجاه تاني هدوره حوالين الحافة الخارجية. لحد كده في أي مشكلة؟ لا تمام. طب لو في ديزاينر مش شاطر زينا، لو في ديزاينر دكتور بعد اتفضل نرجع تاني للسلايد عشان واضح إن كان سؤالك فيها. سؤالك كان هنا. ايوه دي. طيب ناخد بس بريك دقيقتين ثلاثه قبل ما الظهر جدا، وانت جهز سؤالك وانا هرد عليه بعد الظهر.
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. سامعين يا دكتور؟ عليكم السلام. مش في باشمهندس كان عنده سؤال قبل ما الدور ما يبدا؟ معلش استنى الشيخ المتاخر ده. بالنسبة للامتحان هيجي في نظري كتير ولا ايه؟ بيجي في نظري والمسائل الاثنين. احنا بنتكلم على جزء النظري بقى، هيبقى كتير ولا قليل ولا مش مفيش خالص؟ مش فاكرة النسبة بالظبط، بس اعتقد كان بيوصل لحد 30% او اي ثينك 30% 30-40% كتير. ومين اللي بيحدد هو كتير ولا قليل؟ انت كتير عليك ليه؟ ده في ناس بتحب النظر لان مش حافظه اساسا. طب هنجاوب عربي ولا انجليزي؟ طيب ولا اللي احنا عاوزينه؟ اللي احنا عاوزينه. جاوب بالطريقه اللي تريحك، بس المهم بس عشان يعني ايه هقول لك دلوقتي، بس استنى بس من الاذان يخلص. اللي كان بيسأل على الامتحان والنظري معرفش يعني أنا مش شايفة كتير. الفكرة في حاجة، إن شاء الله لما بإذن الله يعني تشتغل مهندس بإذن الله، تفتكر مين أشطر مهندس ممكن يكون موجود في موقع مثلا؟ أجيب سويرس. أنا مش دعوة بالمشاهير، أنا بتكلم على إيه in general ومش بسمي أسامي. مين أشطر مهندس؟ برضه نجيب سويرس عشان مع فلوس بس. سميح اخوه بقى. سميح اخو نجيب. طيب لا انا قصدي يعني ايه، مين المهندس الشاطر في الموقع اللي المقاول ما بيعرفش يضحك عليه، صح ولا لا؟ خلاص بغض النظر عن نجيب سويرس، اكيد ما حدش بيعرف يضحك على ده. تمام. مين بقى اللي المقاول ما بيعرفش يضحك عليه؟ احنا قلنا اللي هو الشاطر بقى. الشاطر ازاي؟ عارف المواصفات ماشي. اما يجي ورا اكتر حاجه المقاولين بيضحكوا عليكوا فيها، عشان تبقوا عارفين اكتر حاجه ممكن المقاول يضحك عليك فيها، انا هتكلم مع التخصص بتاعنا احنا لان ده اللي انا عارفاه. اكتر حاجات هيضحك عليك فيها الماتيريال، انه يسلمك مواد ويخليك تقبلها ماشي من غير ما تكون مطابقه للمواصفه، او انه يشتغل من غير مواصفه اصلا. تمام. فانت ازاي في المواصفة ماشي بالنظري اللي هو دلوقتي مش عاجبك دوت، اكتر حاجة ممكن يبقى عندك مشكلة فيها في الاسفل مثلا حاجتين. اول حاجة ان انت تشتغل بخلطة ملهاش تصميم، ودي اخطر حاجة بقى. يعني المفروض المقاول من قبل ما يبتدي يشتغل خالص بيروح جاي جايب لك كده اول طلعة على طول، هيجيب لك عينة سن عشان طبقة السن اللي هي طبقة الاساس ماشي، وتوافق عليها وتستلمها. تمام. والحاجة التانية يجيب لك خلطة تصميمية. يعني ايه خلطة تصميمية؟ يعني يجيب لك تصميم الخلطة اللي هو النسب بتاعتها ماشي، لان تصميم الخلطة ده انت اللي هتحاسبه بيه بعد كده.
انت لما بتاخد عينات بعد كده بتاخد عينات عشان كذا حاجة. اولا بتاخد اكوار عشان تتأكد من سمك الاسفلت، لان اكتر حاجة ممكن تتسرق منك في الموقع هو سمك الاسفلت كام. تاني حاجة مهمة جدا انت بتحسب عليها الخصومات للمقاول. احنا عندنا لما الخلطة تطلع مش مطابقة او يطلع فيه نقص في الـ في الـ في سمك الاسفلت، في نقص معين بنعوضه بخصم على المقاول، ماشي؟ لما يكون النقص ده قليل نص سنتي مثلا بعوضه بخصم على المقاول. لو النقص ده وصل لاتنين سنتي مثلا او 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 اكتر بخليه يعمل طبقة على حسابه، ماشي؟ فالكلام ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده كله فلوس، ماشي؟ لما باخد الخلطة التصميمية واشوف الخلطة التصميمية دي ولاقيها مطابقة للمواصفة، والمواصفات دي هنقولها وقت ما ناخد الخلطات التصميمية ان شاء الله وتصميم الخلطة، وبعدين بعد كده اجي اخد عينات الاقي العينات دي لا التدرج ولا نسبة الاسفلت مطابقين للخلطة التصميمية اللي انا وافقت عليها واعتمدتها وقلت له ماشي موافق على دي، ما انا هعمل له برضو خصومات، ماشي؟ الخصومات دي فلوس، والفلوس دي هحسبها ازاي؟ لما اكون عارف المواصفة، ماشي؟ فانت لما تقول لي في نظري كتير وانا لا نظري ده كتير عليا وانا مش عايز اعرفه وهبقى ساعتها اروح ادور في الكود ولا اقرا المواصفة ولا كلام من ده مش حلو. احنا بنقول لك لسه احنا بنكلمك في البيزكس، احنا كود الطرق بتاعنا 11 جزء، ماشي؟ 11 جزء. احنا ما بنطلبش منك ولا هنعلمك في المقرر بتاعنا تحفظه، احنا كل اللي هنعلمه لك في المقرر بتاعنا الاساسيات، ونعلمك ان انت تقرا الكود، بس هنكلمك على الاساسيات اللي تخليك الاول وانت لسه جديد خالص كده تعرف تمشي، ماشي؟ فنرجع تاني، اشطر مهندس في الموقع مين؟ مش نجيب ساويرس لانه ما بينزلش مواقع. اشطر مهندس في الموقع المقاول ما عرفش يضحك عليه، ما عرفش يسرقه، ماشي؟ ربنا سهل، يا مسهل الحال يا رب. تمام، خلينا نكمل. كان في حد تاني عنده سؤال في السلايد دي مش سؤال في الامتحان قبل ادب؟ اي باشمهندس اتفضل. الحافه الداخليه هي اللي بتكون في اتجاه تصريف الميه، لا بتتحدد ازاي؟ اما يكون عندي طريق وعندي كميه المطر في الطريق في المنطقه اللي فيها الطريق كبيره، فانا بحط الشنايش بتاعه تصريف المطر عند المنسوب الاقل. تمام، المنسوب الاقل ده في حاله الطريق المستقيم. تمام. في حالة الطريق المستقيم منسوب الأقل دايما بيبقى عند الجزيرة، ماشي؟ في حالة الخط السوبر إليفيتد الطريق اللي هو فيه منحنى وفيه سوبر إليفيشن هيبقى دايما عند الحافة إيه؟ الأقل في المنسوب، اللي هي لو أنا الطريق حارتين ماشي هتبقى الحافة الداخلية، خلاص؟ لكن لو الطريق بالشكل اللي قدامنا ده هيبقى هنا الشنايش مش عند الجزيرة، أنا الشنايش تبقى عند الجزيرة في حالة النورمال كراون سكشن، لكن في حالة السوبر إليفيتد سيكشن أو المنحنى دايما هتبقى عند الحافة الداخلية لكل اتجاه فيها. كده تمام؟ كده أنا جاوبت على سؤالك؟ تمام، يعني في الطريق المستقيم في الاتجاهين هيبقوا بيصرفوا على الجزيرة، إنما لو سوبر إليفيتد يبقى على اتجاه بقى ميل كل واحد. تمام، لحد كده أوكي؟ طيب لو زي ما قلنا كده قلنا ان في حد فكر ان انا اتعلمت طريقه الروتيشن حوالين السنتر لاين ودي احسن طريقه بالنسبه لي، فانا هدور دايما حوالين السنتر لاين، فقرر على سبيل المثال فوق انه ادور كل اتجاه حوالين السنتر لاين بتاعه، الجزيره بتاعتي حصل لها ايه؟ ضاعت، صح؟ لو لففت الاتجاه ده كده حوالين السنتر لاين بتاعه ولففت الاتجاه ده كده حوالين السنتر لاين بتاعه، ايه اللي حصل للجزيره؟ اتشوهت وضاع. عشان كده لما بيكون عندي ديفيجن بدور حوالين حافتي الجزيرة، ده الرسمة اللي تحت دي نفس الرسمة اللي فاتت بس برسم فيها بس سطح الطريق. طيب فهمنا فهمنا الأجزاء اللي فاتت دكتور باريس؟ اتفضل. وانا عندي دلوقتي لو الطريق عندي بيبقى ايه الحارتين، الحارة اللي رايح مثلا بتبقى مميلة في اتجاه والحارة اللي جاي مثلا بتبقى مميلة في اتجاه، هذا لما دلوقتي ما اجي مميلها ادورها حوالين السنتر لاين، فانا بحاول ان انا اقلل الحارة اللي هي مثلا على اليمين بحيث انها يعني بقلل المنسوبة بحيث انها توقف على المنسوب اللي انا عايزه،
والتانية بقعد برضو ظبط في المناسيب بتاعتها بحيث ان اعليه لو اعليها مثلا بحيث انها تنطبق برضو على المنسوب انا عايزه، يبقوا الاتنين على نفس على نفس الميل بقى، واخدين نفس الميل طول على طول المنحنى تقريبا، زي ما انا عايز يعني، او حوالين السنتر اللي انا عايز ادور حواليه، ولا اعمل ايه؟ انا مش فاهمه السؤال. يعني انا دلوقتي وانا بدور يعني بفعل طريقه لعب، ممكن اطلب منك حاجه، ممكن تعيد السؤال تاني بتاعك بطريقه ابسط وباختصار على قد ما تقدر عشان يكون مفهوم بالنسبه لي اقدر اجاوب عليه. لو مثلا على الرسمه اللي عندنا دي، الرسمه اللي عندنا اللي هي على اليمين دي، انهي رسمه؟ الرسمه اللي هي اول واحده فوق دي، اللي هو الطريق اللي على اليمين. اها، انا بدور اللي هو النص الطريق اللي عليه، نص الطريق دوت، بحيث ان هو انزله لحد تحت ده كده، واللي على الشمال اللي اطلعه لفوق اعلي المنسوب بتاعه بحيث لحد ما يبقى يقف عند المنسوب اللي هو موجود دوت، ويبقوا الاثنين منطبقين على بعض على طول المنحنى. ده السؤال؟ هو انا لسه مش يعني فاهمه، قصدي انا لسه مش فاهمه قوي، بس هحاول اجاوب على قد ما انا فاهمه. تمام، زي ما قلنا كده، انا عايزه ادور كل الاتجاهين بحيث ان الاثنين يبقى الميل بتاعهم من الناحيه الداخليه اقل من الناحيه الخارجيه عشان خاطر اتوازن مع القوه الطارده المركزيه. فانا هدور الاتجاه ده حوالين نقطه التلاقي مع الجزيره، انا عايزه احافظ على الجزيره بتاعتي دي ثابته، منسوبها ما يتغيرش. ماشي، فانا هدور الاتجاه اللي على اليمين ده خلاص حوالين نقطه التلاقي مع الجزيره اللي هي تبقى بالنسبه للاتجاه ده الحافه الخارجيه. ماشي، وهدور الاتجاه التاني اللي على الشمال ده حوالين النقطة التلاقي مع الجزيرة. احنا متفقين من البداية هخلي الجزيرة ثابتة، تمام؟ فهدور على نقطة التلاقي مع الجزيرة. ماشي، فيبقى هدور ناحية الحافة الداخلية بتاعته كده. انا جاوبت على سؤالك بحيث ان الجزيرة في الاخر تبقى ايه؟ ثابتة ما بتتغيرش. انا بس انا قصدي بس ان الطريق بيبقى مكسور في كسرة كده في النص، اللي هو يعني في عند بيبقى على منسوب الطريق على اليمين، بيبقى لا اهو افتح الرسمه دي احسن. قبل المنحنى على الخط المستقيم الطريق كان فيه كسره في النص لما كنا عاملينه كده، بنسمي القطاع ده نورمال كراون سيكشن، لان النص سنتر لاين اعلى والداخليه والخارجيه اوطى منه بحيث الميه تتصرف على الجنبين. خلاص، لما نيجي ندخل على الجزء المستقيم انا هعمل ده بالتدريج، احنا متفقين ان انا هعمل ده بالتدريج، وخدنا كده جزء اسمه الترانزيشن كيرف، فانا مش هعمل الكلام ده فجاه. تمام، انا هعمل ده بالتدريج. اوكي، فانا هحول ان ده كده اللي كان مكسور في النص يبقى خط مستقيم وبيميل للداخل. ماشي، وهحول برده اللي كان مكسور في النص ده لانه بقى خط مستقيم وبرده بيميل في الداخل، يعني الناحيه الداخليه اوضى. ماشي كده، فين السؤال؟ خلاص كده فهمتها. تمام كده، انا جاوبت على سؤالك على اللي كان بيدور في دماغك. طيب احنا هنعمل ده بالتدريج صح؟ كلنا احنا هنعمل ده بالتدريج. تمام، فهنعمل ده بالتدريج. يبقى انا فاكرين الرسمه دي من شويه كان بيبقى عندنا نورمال كراون سيكشن، بعديه ران اوف سيكشن، الحافه الخارجيه الحاره الخارجيه سوري ملها صفر، والحاره الداخليه ملها 2%، وبعدين كله يبدا يميل 2%، وبعدين كله يبدا يتغير ميل لحد ما نوصل لايه؟ للسوبر اليفيشن. ماشي، نخلينا كده نشوف الكلام ده تاني. هنا الرسمه دي، حد فاهم الرسمه دي كده جت ليه؟ انا عندي طريق في البدايه خالص اول ما ابتدينا كانت الناحيه الشمال دي نورمال كراون، شايفين انا بشاور فين؟ ماشي، وكانت الناحيه اليمين هي كمان ايه؟ نورمال كراون، ده عند الخط المستقيم. تمام، الطريق ده بعد شويه هيدخل على منحنى، فعملنا عليه ترانزيشن كيرف للاتجاهين. ماشي، اللي كان بيسال قبل كده على الاتجاه الرايح والاتجاه الجاي. تمام، انا اتفقت معاكم من شويه ان احنا الجزيره النقطه دي هي الجزيره، خلاص ان الجزيره عايزين ان هي تبقى ايه؟ ثابته ما بتتغيرش، فهدور الاتجاهين حوالين الحافه بتاعه الجزيره. ماشي، نقطه الالتقاء مع الجزيره. فالاتجاه اللي على الشمال ده خلينا نبدا بيه الاول. ماشي، دي بالنسبه له الحافه الداخليه صح؟ تمام، كان نورمال كراون سيكشن اهو، كان نورمال كراون سيكشن، وبعدين احنا عايزين ندوره حوالين سوري دي الحافه الخارجيه يا جماعه، معلش انا اسف. ماشي، المركز على الشمال هنا.
تمام. عايزين معلش يعني عايزين نركز في اننا ايه لو المركز على اليمين او المركز على الشمال ما نتلخبطش. التلات رسومات اللي شفناهم بتاع الدوران حوالين النورمال كراون سيكشن وحوالين حوالين السنتر لاين وحوالين الانر ايدج وحوالين الاوتر ايدج كانت الحافة الداخلية هي كان المركز سوري كان المركز على اليمين هنا المركز على الشمال ماشي. وانا عرفنا ان المركز على الشمال منين بصوا الطريق في الاخر اهو لما يتعمل له فول سوبر اليفيشن بيبقى الميل ايه اليمين اعلى واحنا متفقين اليمين الاعلى دايما خارجي والاسفل دايما ايه داخلي تمام. فكان ده نورمال كراون سيكشن اهو ماشي. هندوره حوالين نقطه الالتقاء مع الجزيره فنقطه الالتقاء مع الجزيره هنا بالنسبه له هي الحافه الخارجيه. فبصوا كده القطاع بيحصل له ايه بيحصل له الحاله الثالثه اللي شرحناها بيبقى من نورمال كراون سيكشن السنتر لاين ينزل هو والانر ايدج لحد ما تبقى الحاره الخارجيه ملها بيساوي صفر ماشي. وبعدين يرجعوا ينزلوا الاثنين تاني لحد ما يبقى الطريق كله ميله 2% وبعدين يتغير الميل ويفضل يتغير الميل والحافه الخارجيه ثابته زي ما هي لحد ما نوصل للسوبر اليفيشن. طب الناحيه اللي على اليمين الدوران هيبقى حوالين حافه الجزيره اللي هي هنا بالنسبه له الحافه الداخليه ادي النورمال كراون سيكشن هيفضل السنتر لاين ثابت في مزاق في مكانه والحاره الداخليه الخارجيه كلها تلف لحد ما تبقى افقيه وبعدين الحاره الخارجيه كلها تكمل لف لحد ما يبقى الطريق كله ميله 2% وبعدين الطريق كله يعلى لحد ما يوصل لحد 4%. الشكل اللي قدامنا ده بيمثل ايه لو انا بدور طريق حارتين وحارتين يعني اربع حارات كل اتجاه حارتين في اتجاهين مختلفين وعندنا جزيره ازاي هدور ماشي. لحد كده برضو السلايد دي مفهومه ولا في اي سؤال فيها؟ افهم عاوزين بريك بقى يا دكتور بقى هديك بريك والله بس اصبر عليها شويه صغيرين انا بس عشان موضوع عايز اكمله على بعضه خلاص وبعدين اديك بريك. انا عايزه بس اخش لك هنا على حاجه اللي احنا شفناه من شويه في الرسمه اللي قدامنا هنشوف دلوقتي نصه بس ده لو حولنا الرسمه ل 3 دايمنشن ماشي. احنا شفنا الاول قطاع ماشي بروفايل يعني قطاع طولي وشفنا قطاع عرضي وشفنا ان القطاع العرضي بيتغير خلاص وشفنا ده لما يكون طريق اتجاهين وكل اتجاه حارتين. هناخد بس جزء من دلوقتي ونحاول نتصوره 3 دايمنشن هيبقى عامل ازاي. فلو ابتدينا كده ادي بصوا حاره اهي وحاره اهي بس هنزود على الحارتين دول شولدرز في الجناب. حد فاكر في محاضره القطاع العرضي لما كنا واخدين الشولدرز الاكتاف او الطبانات كنا بنقول الميل بتاعها كام؟ طيب افكركم انا 3% للاكتاف المرصوفه و5% للاكتاف المزروعه ماشي. فلو افترضنا كده ان انا عندي بصوا طريق اهو السنتر لاين بتاعه هو ونبدا هنا بالنورمال كراون سيكشن تمام. السنتر لاين بتاعه في النص هنا خلاص وانا هنا الرسمه بتاعتي دي هتتكلم عن الروتيشن بتاعي حوالين السنتر لاين اسهل طريقه خلاص. فهيبقى عندي الحاره اليمين مايله 2% والحاره الشمال مايله 2% والطريق ده ليه كتف او شولدر على اليمين ميله 5% وكتف او شولدر تاني على الشمال ميلهم 5% الاثنين تمام. انا عايز اعمل ايه؟ اول حاجه اتفقنا ان انا من A ل B بحول النورمال كراون سيكشن لانه يبقى الحاره اللي على الشمال دي لو الحاره اللي على الشمال دي الحاره الخارجيه يبقى ميلها بيساوي صفر. هعمل الكلام ده ازاي؟ انا عندي شولدر تمام. فالاول هلف الشولدر ال 5% ده لحد ما يبقى على امتداد الحاره كده ميله 2% دي اول خطوه رقم 2 تمام. وبعدين الخطوه رقم 3 اللي هي هناك كانت بي ان الحاره والشولدر الاثنين يبقى ميلهم بيساوي صفر فلما دول بقوا 2% ارجع لففهم كده لفوق يبقى كله على بعضه كده ميله 2% تمام. طيب عايز بقى اوصل للحاله رقم سي. رقم سي اللي كانت فيها ايه؟ الطريق كله بيميل للداخل وكله ميله 2% مش هعرف اوصل لها على طول فهاخد خطوه كده في النص ان انا هخلي كل اللي كان على الشمال ده اللي هو الحاره الخارجيه والشولدر يبقى منهم 2% للداخل فيبقى الميل اتعكس اهو بقى 2% ولسه عندي الشولدر الايه الداخلي ده اروح جاي لافف كله لحد ما يبقى كله 5% للداخل ده لو كان السوبر اليفيشن بتاعنا 5%
طب لو السوبر إليفيشن بتاعنا أكتر من 5% بفضل ألف الطريق أهو لحد ما أوصل سي بقى 6% أو 8% أو أيا كان الرقم بتاع السوبر إليفيشن بتاعنا. اللي قدامنا ده هو الثري دايمنشن بتاع اللي خدناه قبل من كده بشوية. طبعا لو جينا نقسم الترانزيشن كيرف بتاعنا فيبقى عندنا في كده في حاجة اسمها ران أوت، والران أوت اتفقنا قبل كده اللي بيحول لي الحارة الخارجية من ميل 2% لميل 0%، وبعدين عندنا ران اوف اللي هو طول الترانزيشن كيرف، والترانزيشن كيرف ده قال لي ان هو ايه بيتحول الطريق كله من ان يبقى الحاره الخارجيه ميلها صفر والحاره الداخليه ميلها الميل بتاع النورمال كراون سيكشن، لان يبقى كل الطريق ميله بيساوي السوبر اليفيشن، فده اسمه الران اوف اللي بيساوي عاده طول الترانزيشن كيرف. لحد كده في مشكله؟ ماشي. اخر سلايد اهي قبل ما ناخد البريك. طب لو احنا عندنا طرق بقى، طرق السرعه عليها قليله او طرق الاهميه بتاعتها مش كبيره، ماشي، او طرق حجم العربيات النقل اللي بتمشي عليها مش كتير، وهنعملها هنعمل فيها منحنى وكل حاجه، بس مش هننفذ سوبر اليفيشن، مش هننفذ ترانزيشن كيرف. لازم نعمل سوبر إليفيشن عشان نلاشي قوة طردة المركزية، لكن مش هننفذ ترانزيشن كيرف، ماشي، لأن الترانزيشن كيرف زي ما شفنا كده وقعدنا نشوف التو دايمنشن والثري دايمنشن، واضح إن هو محتاج مجهود في التنفيذ، وواضح كمان إن هو بما إنه محتاج مجهود في التنفيذ فبيكلفنا أكتر. فلو أنا عندي طريق على حسب أهميته يعني وعلى حسب التصنيف الوظيفي بتاعه مش محتاج أعمل عليه ترانزيشن كيرف وحنفذ عليه سوبر إليفيشن على طول، فقال لك ببساطة كده لو أنا مش هعمل horizontal transition curve اللي هو spiral curve أو compound curve السوبر إليفيشن بيتنفذ إزاي؟ قال لك السوبر إليفيشن بيتنفذ على طول التانجنت، بيبقى منه التلتين على التانجنت والتلت على الكيرف لو أنا مش هعمل spiral. ماشي؟ لحد كده فيه مشكلة؟ ناخد بريك ربع ساعة كده ونرجع؟ خليها تلت ساعة بقى دكتور بقى عشان نلحق كده ناخد نفسنا كده. خليها تلت ساعة عشان خاطر تروح تصلي، بس تصلي بقى الظهر وإيه ونتكل على الله نكمل. يلا تمام يا دكتور. يلا يا شمال.